الوحيد اللي عنده معطيات، اللي عنده المعطيات نتاع الدولة اللي يقدر يقول باللي لما يعطي وعد يوفي به والله، هو هو المترشح الحر عبد المجيد تبون، لأنه يعرف الدولة من الداخل، يعرفها قبل ما يكون رئيس، ويعرفها ذوك مدة 5 سنوات هو رئيس. إذا لما يعطي وعد بقي. بالنسبة للمترشحين الآخرين ماهوش ما قال يعني قلت المعرفة والله قلت، ولكن ممكن يعطيه وعود لما يصبح في الموقع نتاع المسؤولية يلقى روحه غير قادر على تنفيذ هذيك الوعود هذيك. ولهذا من حيث المبدأ إجابتنا على كلامك ما فيهش إلزامية، ما فيهش إلزامية. ولكن الإلزامية واش هي؟ الإلزامية هي تكون أخلاقية سياسية في اتجاه الرأي العام وفي اتجاه النخب الجزائري. هذا هو يعني زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.